مع القدرة لابد من القيام في الفرض. نعم، إذا كان يستطيع. تكبيرة الإحرام. قول الله أكبر. نعم. هي قول الله أكبر. قراءة الفاتحة. لابد أن يقرأ الفاتحة في الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية. ولا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع يدرك الركعة. والركوع وكذلك من أركان الصلاة الركوع، يعني أركان الصلاة مثل الركوع بني، والرفع بعد الركوع ركوع بني وحنو بني أركان الصلاة، السجود على الله السبعة يعني سات أنغماتي سودا غمري بني أركان، السجدة الأولى والسجدة الثانية أركان، فإذا سودا دوس سودا يركن، والرفع من الركوع من السجود سودا ما سودا سودا بس وحنو بني ركن، والجلسة بين السجدتين تويتا سودا بيت بس بني ركن، والطمأنينة ما معنى كيف نحقق الطمأنينة؟ يحقق الطمأنينة بأن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من الأركان، يعني في الغالب عندما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى في الغالب حقق الطمأنينة، يعني لا يستعجل بسرعة ينطر الصلاة. नमाज दिन जे जस्तो स्थिति छ त्यो स्थितिमा जुन जिक्र गर्न जरुरी छ दुआहरू त्यो राम्ररी पढ्यो भने त्यति बेला त्यसो त्यसो गर्यो भने उसले उसको नमाजमा सन्तुष्टि अर्थात् मानिन हुन्छ نعم ايضا الترتيب بين الاركان لابد يرتب यो रुकुन जुन अहिले शेखले भन्नुभयो यो सबैमा ترتيب पढाउने अनि यसको एक नम्बर माइ पढ्न जरुरी छ نعم والتشهد الاخير लास्ट तशहुद चार रकात बेलामा लास्ट तशहुद यो पनि रुकुन हो والجلوس له تشهد لاجي باشن بني رونو والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه درود ابراهيمي بنو بني رونو والتسليمه اذا سلام بني بني رونو هذه اركان الصلاه يسوي نماز كل رونو واجبات الصلاه ابو شكل واجبات وعليه باشن رونو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قلنا تكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرة الركوع تكبيرة السجود هذه من الواجبات. تكبيرة الإحرام هي ركن هو، تكبيرة الإحرام هي تقول رجلي بني تكبير سنة ماتنا، الله أكبر ركوع بڑا وكما سوى تمالانو، يسوي واجب هو. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ركوع سبحان ربي العظيم برنو يواجب هو. قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد. ركوبتي سمي الله ولمن حمده قرنو يا امام را مقتدي دكي ماني واجب قول ربنا ولك الحمد للامام والمنفرد والمأموم امام را مقتدي يا طوال الجميع سمي ما دي سمي الله ولمن حمده قرنو سمي الله ولمن ربنا ولك الحمد كسبتي ربنا ولك الحمد قرنو دوبي قول سمع الله لمن حمد امام ومنفرد ربنا ولك الحمد امام منفرد مأموم كل الجميع سمي الله ولمن حمده امام را منفرد ما دي دوبي ربنا ولك الحمد امام منفرد ومقتدي سوي ما دي دوري نعم قول سبحان ربي الاعلى في السجود شري صدما سبحان ربي الاعلى قول بني واجب شري قول رب اغفر لي بين السجدتين تيجي صدق باسم رب اغفر لي قول بني واجب شري التشهد الاول التشهد الاول ما بصنا واجب شري والجلوس له اسكت عليك بصنا واجب شري هذه واجبات الصلاه يسوي واجبات الصلاه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم